السلام، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقيتكم هذا الفيديو 5 5 كما شفتوا اليوم. فيديو جديد وواحد الاكله اللي كتحمقني خصوصا في البرد، كنبغي نصاوبها، هي الشوربه بالخضره، يعني غير البطاطا والبصله، وكتجي رائعه بلا كريم اللي خاص بالطبخ. كتطلع غزالة واعرة، نتمنى انكم تجربوها، ولا جربتوها اكيد اكيد ما غاديش تستغناو عليها اطلاقا. يعني بحالي انا تنحمق عليها. المهم انا وجدت ديجا باش هكا ما يجينيش فيديو طويل. دونك هنا غادي نحتاجو 4 ديال البطاطات وجوج بصلات. بالنسبه للبصله كاين تقدروا ديروا جوج ديال البصلات الحريف، هي اصلا هي البصله الحريف اللي كتجي معها زوينه، مي انا ما عنديش غونبلاصيتها بهذه البصله البيضاء. وكما قلت لكم دونك الا عندكم بصله الحريف ديروا جوج وبصله. دونك انا ما عنديش، درت بصله بيضاء وبصله حمراء. وهنايا كنقاد الثوم. بالنسبه الثوم مع البرد دابا، المهم كندير واحد 4 حتى 5 ديال الثومات لحقاش الثوم مزيان وصحي. وانا صراحه ماشي من النوع اللي كياكل الثوم، دونك هكا في الشوربه صباس يعني كدوز لحقاش ما كتجيش مذاق ديالها، كيبانش كاع المذاق ديالها. دونك هكا حتى الوليدات تكون مزيانه اليوم، خصوصا الا ما كانوش كياكلوا هكا الخضره البصله. المهم دونك هنايا عندي 5 ديال الثومات و4 ديال البطاطات، وخاصني ضمه ديال البقري. دونك اول حاجه غادي نبدا نقطع. صافي دابا غادي نقطع هكا الثومات، حيت اصلا كلشي غادي تطحن، دونك كنقطعوهم هكا دي مورسو. والثومه راه نتوما عارفين انها صحيه مفيده للجسم خصوصا في هذا البرد هذا، وانتمنى انكم تجربوا هذه الشربه لحقاش كتجي لذيذه لذيذه لذيذه. وشهيتها الصراحه اليوم، وخا ما عنديش ديك البصله الحريف قلت غنصاوبها غير بالبصله هكا عاديه. واصلا راه ديجا عندي هاد الوصفه في عندي هاد الوصفه في القناه، ديجا شاركتها معكم وريني فيديو قديم، وحتى الكاليتي ديال التصوير والمونتاج وداكشي ما كانش عاجبني، وقلت علاش لا ما نعاودش عاوتاني ندير لكم هاد الوصفه هادي وفي هاد البرد هذا، انكم تنوضوا تجربوها وكتجي صافي. دونك غادي ناخذ هاد البطاطا نلوحها في هاد، غادي نوريكم هانتوما. ناخذ هاد الاناء هذا ونضيف فيه هاد البطاطا، وطبعا الكونتيتي على حسب الاشخاص اللي كاينين في الدار، دونك تقدروا تطوبلوا هاد المقادير. بالنسبه ليا انا درت ديال 3 بيرسون بحال هكاك ولا 4، ومعها هي كتجي لذيذه. الواحد ما تقدوش غير جبانيه وحده غيبغي كثر. كما قلت لكم ديجا هاد الوصفه كاينه في القناه، مي انا بغيت دابا نعاود نحطها لكم هكا بالتصوير. كما تكون في البدايات ديك الساعه يلاه بديت باش كانت كورونا، يلاه بديت القناه. كما قلت لكم ديك الساعه يلاه بديت القناه وما كنتش كنعرف حتى المونتاج، وبشي بشويه هكا تعلمنا ولينا نعرفوا نديروا المونتاج، وهكا الانسان كيبدا بشويه بشويه. ديك الساعه بديتها في كورونا باش الحجر الصحي، انا نقول علاش لا ما نديرش القناه ونطلعها ديك الساعات. وانتوما كتشوفوا دابا، المهم حنا مازالين يلاه في البدايات ديالنا. نتمنى انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير ديالكم الزوينه، انا تنقراهم كاملين. وشكرا لكم بزاف بزاف كاع اللي كيتبعني واللي كيخلي لي لي كومونتير، وحتى اللي ما تيخليش لي لي كومونتير، كلشي بحال وليني علاش علاش كتفرجي ما تخليش لي كومونتير، خلي لي كومونتير وجام. المهم كما شفتوا دابا دونك غادي نقطع هاد البصله قبل ما نبدا عاوتاني نبقى نبكي. بلاتي بلاتي هي بلاتي نقطعو هادشي دغيا دغيا. ايوا هانتوما قلنا زعما نسربيو هاد البصله هادي، خصوصا هاد البصله الحمرا
كتبكي كتبكي كتجيب دوك كاع المكونات درتهم هنايا، البطاطا والثومه، وغادي نزيد البصله. وقولوا لي قولوا لي ان هذا الشيء مش قولوا لي ماشي الشوربه سهله، عرفتي اسهل منها ما كاين. المهم دابا غادي نزيد ليها شويه ديال الابزار، شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، غادي نضيفوا الملحه وغادي نضيف الماء. هانتوما الماء غادي تضيفوا على حسب الكونتيتي ديالكم كما قلت لكم، يعني الا كنتو غضوبلوها اي كونتيتي درتو الا عاد غدا دابا كنصاوبها للعشاء، يعني راه دابا الليل هذا، دونك الماء غادي نضيف الماء حتى تغطى ليا، وغادي نخليها. ويلي كنت غادي ننسى الزيت يا الله، كون ما تفكرتش كون ما تفكرتش غنزيدو الزيت دابا، كون درتها بلا زيت. المهم غنضيفو شوية الزيت بركة صافي، وغادي نديرها فوق النار. هنا نخليها طيب على خاطر اصلا انا ما مزروبش بيها، دونك غادي نخليها حتى طيب. هانتوما غادي تشوفوا شنو غادي نضيف، شنو غادي نضيف ليها مازال. المهم اي حاجه هانتوما كلشي كنشرحوا لكم، كلشي سهل من هادشي المبتدئات ولا باش تخاف. صافي دابا غادي نحطها فوق النار كما كتشوفوا، وغادي نغطيها وغادي نخليها حتى تغلى ونرجعوا. وكما قلت لكم دابا انا ديسيديت انني ندير لكم افكار للعشاء في هذا الموسم ديال الشتاء، دونك هذه اول وصفه نتمنى انها تعجبكم وديروها، راه كتجي بنينه 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 واعره. صافي وغادي نخليها تغلي مزيان، وملي غادي طيب ديك البطاطا وتغلي مزيان غادي نديرها في الميكسر ونطحنها في مولينكس. طبعا خليتها حتى يبردوا هاد المكونات، عاد ديك الساعه نطحنها، وملي غادي نطحنها غادي نرجعها لهاد الاناء باش نزيد لها لاكخيم ديال الطبخ. صافي ملي غتغلي تغلي الغليه الاولى غادي نضيف كنور ديال البقري وقبصه ديال الربيع هنايا، يعني نسيت ما صورته لكم. صافي وطحنت جميع المكونات، ودابا هنا زدت شويه د الماء، المهم باش هكا ما تكونش ثقيله عاوتاني بزاف. غادي ناخذوا الكريم غادي نخليها بعدا تصبغ شي شويه، لحقاش طفيت على تبردات يعني راها بردات مزيان. دابا غنشعلها العافيه نخليها كتغلى. هنا في الفيكرون ضقتها، المهم ذوقوها تشوفوا غير يعني الملحه هي هذيك، راه لحقاش ضفنا داك شغنقول لكم واعره. دونك غادي نخليها تغلى شويه وغادي نضيف هاد الكريم كما قلت لكم لي خا. دابا غادي نزيد الكريم وانا كندور، غادي تشوفوا اللون ديالها غيبقى غادي هو تيتفتح، يعني هذه الشوربه ديال البطاطا والبصله والثومه مع لا كريم، شفتوا اللون غادي يتفتح. طبعا الكميه نتوما والذوق ديالكم، يعني ماشي بالضروره انني غادي نضيف هذه كامله، انا بنت ليا صافي. هذا هو القوام، شوفوا كيفاش دايره، ولكن البنه شغنقول لكم واعر. دابا غادي نخليها تغلى.
اي فوالا، هذه هي لا سوب ديالنا. شوفوا كيفاش كتجي، القوام ديالها رائع والمذاق اش غادي نقول لكم، بنينه بنينه بزاف. ونتمنى انكم تجربوها في هذا الموسم ديال البرد، راها صحيه وواعره واقتصاديه كما شفتوا الطريقه ديال التحضير. الى كنتي اول مره تشوفي لا فيديو ديالي، نزيد با تبارطاجي هذا الفيديو وتضغط على ذاك الجرس وتابونا باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.